السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ملاحظة بسيطة، وهي ممكن يكون تمنها كبير قوي عند بعض الناس، حبيت انشرها لوجه الله. وانت بتشتري عربيتك من اي معرض، خلي بالك من نوع الكاوتش اللي المعرض بيسلمهولك. ففي العربية اللي هي كروسلاند 2021، خلي بالك من نوع الكاوتش. الكاوتش اللي راكب هنا الكاوتش اللي راكب هنا هو كاوتش ميشلان زي ما حضرتك شايف كده، والجنط بالشكل ده وجنط نيكل، ومقاس الكاوتش 225x55R18. فانا حبيت انشر الملاحظة دي. هو ممكن ناس كتير طبعا، في ناس ممكن تنتقد تقول ايه يا عم اللي انت بتقوله ده. والله الكلام اللي انا بقوله لكم ده كلام بسيط، لكن والله والله وانت بتستلم عربيتك ليه تمن غالي قوي، فاهمني؟ نصيحة، وانت بتستلم تخلي بالك من كل حاجة. يعني مش عيب، يعني ممكن تسأل شكل الطبة ايه، شكل الفليشر في الاشاره ايه، شكل الفانوس فيه فانوس. هو طبعا محدش يسلمك حاجه ناقصه يعني زي كده، بس تخلي بالك ممكن تكون مكسوره، ممكن تكون دي متخربشه. فانا نصيحه شفتها، حاجه ممكن تتغير، ودي سهله ان هي تتغير. ممكن تلاقي نفسك خدت كاوتش غير الكاوتش اللي بينزل اصلا في العربيه، متبلدل الاربع فرد كاوتش. ممكن يكون حد ما عندوش ضمير ولا حاجه، راح مغير الاربعه صيني ومركبهم على دي وخد الفرد دي. فانا لوجه الله والله زي ما بقول لحضراتكم، يعني مش اكتر ولا شكرا ليكم دعمكم، ولا تنسونا بالاشتراك في القناه للناس اللي ما اشتركتش. وارجوكم انكم تنشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا في جروبات الاوبل. نصيحه لوجه الله لكل الناس اللي ناويه تشتري الاوبل كروس لاند، واللي حابب يشتري العربيه دي برده ممكن يسيب لي كومنت وانا اقول له تفاصيلها. موجود منها اللون الابيض واللون الفيران. والسلام عليكم ورحمه الله.